أهلا وسهلا فيكم في قناة اليوميات. اليوم غير أنا اللي بديت معكم الفيديو، طبعا توني صاحية من ساعة تقريبا، بروح أجيب صغار من المدرسة وباخذكم معاي وباخذكم يومنا كله كامل اليوم. بس أهم شيء لا تنسون اللايك اللايك، لأن اللايك هو اللي يدلنا أنتوا حبيتوا الفيديو، وضيفوا وسبسكرايب لقناتنا، ضيفوا قناتنا، وبعد فعلوا الجرس عشان أي فيديو ينزل يجيكم تنبيه ما يروح عليكم، عرفتوا؟ هذا فطوري المتواضع، أحب أشرب كافي وأحب أكل كذا توست لحالها محمصة فقط. سبحان الله ما أدري هالفترة جايني كذا حب لهالشيء، يعني لي يمكن حين شهر وأنا ما أفطر إلا كذا. جت هنا طلبية لشيئاً، طبعاً الطلبية هذه راح تعرفون ليش بعد أسبوعين إن شاء الله. اي بعد اسبوعين باذن الله. فبس بفطر واخلص وبعدها بطلع اجيب العيال من المدرسه، والله يعيننا على الحر. والله الجو الايام هذه حار حار مره بشكل مو طبيعي، بس ان شاء الله نتفائل انه في كل شوي كل اسبوع مثلا يبرد شوي، عرفت، تنزل درجه الحراره كل اسبوع. وصلنا مدرسه العيال، انتظرهم بس يجون ونطلع للبيت. اهلين، ها بسم الله الرحمن الرحيم، شو الصرخه هذه؟ يلا اركب. اهلا اهلا، تاخرتي يا هيفا. لا لا ارجع ارجع حبيبي، ارجع ارجع، يقولون تاخرتي، انتي اخرتينا صح؟ ليش؟ قاعد اسوي شيء شيء مهم يعني؟ ها زي الفصل يعني. انتي سمعتي السالفه قبل لا تجين؟ لا لا تتكلمي. ايش فيكم معصبه؟ ايش فيكم؟ ودي اعرف ليش معصبه، ليش ترد زي كذا؟ حيب هيفا. قاعده اصور ترى فلوق، انا ترى يعني قاعده اصور. تعال قدام حبيبي، تعال تعال، يلا يلا بنروح يلا البيت، يلا حبيبي يلا. من المدرسه واليوم ايش صالح؟ اليوم وش وصلنا المدرسه وصلنا البيت، اليوم وش هيفا؟ الخميس؟ الونيس. بتنامين ولا لا؟ اوه وانت بعد؟ لا طبعا انت مستحيل اخليك تنام، لانك لو تنام انقلب نومك صح؟ صح؟ بس ترى اليوم عندنا طلعة تصوير لا تنسين. نامين بس ساعة 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 ساعتين، معناته ما تنامين بالليل. ماما اخر مرة نمت ساعتين. والله اليوم غدا مرق و رز ابيض. الله احلى احلى وجبه هذه عند صالح، صح صالح؟ شوي اليوم صالح طاقه سلبيه فيك، ايش فيك؟ ها؟ زعلان اليوم؟ زعلان ها؟ يلا قولي، تبي المدرسه شكلك ما تبي الخميس ها؟ صح صالح؟ علمني، تعال 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 اكلمك انا، امك انا اكلمك حبيبي، رد علي يلا ناظرني. ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ ها؟ ايش فيك؟ فيك النوم؟ جوعان؟ لا. وش فيك أجل؟ شيء. تبي تلعب كورة بس؟ ها؟ لازم تغير حبيبي، تغسل يدينك بصابون وتغير عشان جراثيم جاي من المدرسة حبيبي، أوكي؟ يلا ارجع. يوم صالح عنده معزوم حفلة يوم ميلاد ولد أخوي. فبطلع له لبسه جاهزه وكل شيء. نشوف ايش ناخذ له. ممكن ناخذ له هذا. لا محل الالعاب لان عيد ميلاد ولد اخوي، نبغى ناخذ له هديه كذا حلوه تعجبه. ما ادري الصراحه وش المشكله، الواحد يحتار وش ياخذ لعبة. ناخذ ما ادري الصراحة وش اخذ والله. شفنا العاب الاولاد، سيارات عادة ما يحبونها يعني. ايش فيك ايش فيك؟
تعال ورني الاوتفيت حقك. هنا هنا وقف وقف عشان نشوف هذا الاوتفيت حق صالح. مره يجنن. مريح ولا مو مريح في الركب وال هديه جهزناها طبعا. وصالح هنا جاهز. جيب حبيبي جيب. عطها زين. هذا صالح جاهز. جهز له جزمته لبسنا كل شيء. وبيروح الحين وين؟ يلا حبيبي مبسوط متحمس مرة. انتظر انتظر زين انتظر لا تروح حالك انتظر. مريحة الجزمة. شريت له هذه الجزمة الجديدة ورنيها وعي يلبسها في المدرسة عشانها ايش خياط ربط عرفتوا. فقلت له البسها الحين حرام. مريحة. يلا مع السلامة حبيبي. يلا خلاص يلا روح روح خلاص مع السلامة. حبيبي جايز. طبعا الحين بنطلع. صالح راح يوم ميلاد سعود فاحنا بنطلع اكيد. احنا كل جمعة نطلع. ليش صوتي كذا؟ طبعا انا تعبانة لان الحين لا نهاية المرض يعني فصوتي متغير شوي. بس انه بتجهز معاكم واحس اني تعبانة فيمكن اصلا ما اروح. بس انه بتجهز قبل لا اطلع. اذا حسيت اني تعبانة بقعد. إذا حسيت إني ما فيني شيء بروح. فما أدري الصراحة شوف بعدين. بس بحط ميك اب. طبعا أنا لما أحط ميك اب أسمع أغاني. فإذا خلصت الميك اب برجع لكم. طبعا خلصت. عيوني قاعد تدمع لأنه مكيف وراي. فالمهم بحط الحين حطيت سيتنج سبراي. فبحط بلاشر باودر وهايلايت. ثاني هذا بلاشر بس انا معاه هايلايت خفيف. طبعا هذا مره خفيف. اكتشفت ان مكياج كوريا مره مره خفيف يعني عكس مكياجنا وكذا. هم مره خفيف اصلا ما متحطين ما يبين. فتمام بالكاميرا طالع ان بلاشري واجد ما ادري ليش يعني من الإضاءة ولا وشو. بعدين بنحط هذا الهايلايتر بعد من كوريا. طبعا أنا هذا أتوقع البراش حق الباودر إذا جيتوا تحطون تسوون كذا. هذا اللي أنا سمعته بالتيك توك. بس إن أنا أحط فيه هايلايتر كذا. بعدين كذا مو واضح الحين بس بعدين يوضح. بعدين بنحط سيتنج سبراي مرة ثانية. طبعا أنا مثبتتكم على سيتنج سبراي فبستخدم واحد ثاني. هذا طبعا هذا جديد نفس ماركة حقي بس إنه جديد يعني توني أستخدمه. فكذا باقي جلاس وبغير. خلنا نختار. طبعا هنا بناطيلي. ادري انهم فوق بعض بس انه بنختار. بس ابي البس اسود اليوم. وين جينزي الاسود؟ احسه ورا بس ما اشوف. لبسي فوق بعض. اصبروا هذا اي هذا دقيقة. يما هذا جينزي الاسود نلبس ذا. بعدين بلوزة. دقيقة هنا بلوزة يوم الوطني راح اطلعها. شوفونها باليوم الوطني. تي شيرت احس لا مو من هنا احس من هنا. احس بلبس هذه.
أسود بأسود اليوم. طبعاً لبست هذا الأوتفت، لازم أغير شرابي هذا، بس إنه يس هذا الأوتفت. لا تقول لي ماما افتحي الكاميرا وحطيها علي. قلت لها ليش؟ قالت افتحي وحطيها علي. يعني تبين تحرجيني قدام الناس؟ لا لا ما اقول لا يعني. هاف مليون مع قهوة بعد؟ حلو. ايه يوم وطني بعد توه، ما جاء اليوم الوطني بس عروض اليوم الوطني جت. الله يعين الله يعين يا حيفا. عروض اليوم الوطني اختبارات اليوم الوطني. جايين مصور مصور عشان بعد احنا الفيزا اللي بناخذها هذه هي 5x5. خلصتي؟ هنا 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 هنا. طبعا جاي نصور فيزا معينة من فيزا من انواع الفيز، فبنبدأ بالدور. احنا عددنا واجد 7. فأحس اللي هيا طلعتي ترى بالهذا واخري. انا طارده واضحه من هنا عشان ما تطلع. رحتي قعدتي هيا تعالي هنا. الحين بنصور بالدور طبعا، وبعدها بنطلع بنروح كذا مشوار ان شاء الله.